ما بعرف شو صار لي. رحت زرت قبر جدك. هلا؟ هلا. والله ما بعرف شو بدي اقول لك. حاسك عم تخطط لشي خبطة هيك بدها تهز السوق. أي سوق؟ حريقة. أي صنف؟ خيط. لسه ما حذرت. تشتغل معي؟ أنا؟ بجربك بس بشرط ما بتسأل ولا سؤال. طيب و قديش لازمنا مصاري؟ 15 مليون. كاش؟ كاش 15 مليون بيرجعوا لك بعد 3 شهور 20 مليون، وإذا تدينتهم بيرجعوا لك 25. شو بنشتغل؟ قلنا ما في أسئلة. فكر عن محلك وخبرني بكرة إذا المصاري جاهزين. ادخل بس بشرط ما بتنقي ما بتسأليني على شيء. بتفرفشيني لأني تعبان. أمرك. أنا أصلا ما بدي غير أبقى جنبك. حلو لنشوف. وما بتروح عند أنوشكا؟ أنا بغار كتير. أصلا ما عجبتني. بتعزف بالفرقة السيمفونية. ما بدي اقول لك على اسمي. هلا مصمم انه اسمي سماح. سماح. خلص روح هلا. انا بكره عشي الساعة 1 بالليل بحكي معك، يعني قبل ما يكونوا ناموا اهلي. والله ما يدرى اخي بيذبحني. ماشي باي. سمعك؟
متفقين بساعة معينة نعزف هاي المقطوعة. أيوة، وليش هاي المقطوعة؟ لأن أول ما حبينا بعض بالمعهد عزفنا نفس المقطوعة. رور، هلا عن جد أنا تافهة؟ أنتي عظيمة. هلا عن جد عم بحكي، مو أنتي دايما بتقولي لي بطلي تفاهة؟ عن جد منى لازم تبطلي تفاهة وتعليق شباب على التليفون، يعني مو حلوة. خلص بكره بس بنخطي بطل اعمل هيك شغلات وتفاهات. لنشوف ان شاء الله. عجبك رأسي؟ لا عجبني، بس مجاعة مزاج الرأس. إلي حبيبي، إلي شو جاي على مزاجك؟ هاتي لأشوف شو مخبيتي لي. طلب حبيبي واتمنى. مثل حكايات ألف ليلة وليلة؟ فشلت شهرزاد. لكن أنت طلبي واتمني. طلب واحد بس. ألف طلب. مو هلأ، بعدين، هلأ صار وقت النوم. يا ريتني نام وما في. تقبر عظامي لهالدرجة بتحبني؟ تحسب يا ابي لا تحسب، رب العالمين وحده بيحاسب الجميع. لك يسعد لي هالصباح. صباح الخيرات. شو شايفك رايع الصبح؟ عشوفتك يا ابي عشوفتك. يا ابي بمعيتك بدنا نعطي سعيد من الصنف الجديد. ايوه، وليش لسعيد؟ صاحبي. اوف، من ايمتى؟ يا ابي مثل ما ابوك كان صاحبك، سعيد كمان صاحبي. ايه شو عليه؟ ندعمه اذا صاحبك، ليش لا؟ هاي اتفقنا على شغله، رح خبره. بس يا بي قصدك بشغله هيك صغيره، شغله 5-6 ملايين ورقه دين، برجع لك اياهم. ها اعتبرهم يا بي حسنه لوجه الله تعالى. بس منين يا حسره؟ لك ابني ما في سيوله. ماشي يا بي، بس يصير في سيوله ابقى خبرني، لا تتاخر. كبر الولد. عجبك من جد؟
ما بعرف بس لازم اتزوج. تعرفي داخل اني الوحدة. صدقتك هذا هو السبب؟ طبعا اللي عنده جوز مثلك ما رح تحسينا نحن الوحدانيات. مرحبا ابو سعود. الحجي بده يشوفك يا با. خير ابو عبدو. خلص شو بدك بالقصة انت؟ شغلت نص ساعة زمان بكون بالمحل، تبقى بتمرها؟ على راسي، خلص ما رح اتأخر. الله معك. لا تقول له لأبوك. أبوك ما بيحبه للحاج عبد الغفور. بعرف. بس أنت شوف مصالحك. يا ماما ما بعرف لسه شو بده مني. أنت شوفه وبعدين قرر. طيب وهو كذلك. وين كنت سهران امبارح ربيع افندي؟ مع رفقاتي. ايوه بس شفت عمي بالطريق. بتعرف نحن اصحاب. يا بي امتى بدكم تتصالحوا؟ والله شوف اذا كان يعني اجت رجاني وباس ايدي واعتذر قدام كل اهل السوق ممكن افكر بالموضوع. يا بي انا عم بحكي مشانك، لا تعصب. انت بتعرف منيح انه ما راح يبوس ايدك، وبتعرف منيح انك ما راح تصالحه، وبتمنى انك ما تضايق مني اذا طلعت انا وياه شربنا فنجان قهوه. فنجان قهوه يا ربيع؟ فنجان قهوه ولا كاس ويسكي؟ فكرني ما بعرف. ما هيك لك، انا اذا كان نملي ماشي بالباب الجابي بالشام بعرف وين رايحه وش عم تساوي. علي عم تسحب يا ربيع؟ طبعا كاس ويسكي. شو كاس ويسكي يا بي؟ منين جايب هالحكي؟ الله يسامحه اللي قال لك. على كل اللي عم يحكي لك عم يحاول يطق برغي بيني وبينك. سيدي هيك الناس. بس تأكد يا بي هذا الحكي مانو صحيح أبدا. ما في داعي للتجسس نهائيا. شو صار لك انتي؟ انتي بعرفك ما بتحب الشرقي. عمو تأخرتي على بروفتك. هلأ قوليلي ثبتتوا موعد الكونسيرت؟ في مايسترو وهو اللي بيقرر. هلا انت صرتي مايسترو؟ ان شاء الله دائما صحتين. وانا عمي الحجي بده اياك بموضوع، بس سري شوي. يعني ما بدنا اياه يطلع لبرا. انت بتأمر امر عمو. ايش سيدي احكي لي شو عم تشتغل هالايام؟ احكي فضفض قل لي كل مشاكلك. شو في؟ ما في شيء، عم نطقطق بهالمحل. ومرتاح؟ والله يا ابو عبدو بصراحه ماني مرتاح. انت بتعرف المحل كان معتمد على تجاره الجمله وتحويل العمله، وهلا سويلة ما ضل. لا حول الله لا حول الله. ومصروف البيت لك ابني؟ يا سيدي الحمد لله مستوره. ايه نعمه، بس يا ابني ما بكفي. بركي يعني اخوك سمير واخواتك يعني طالبوا بحصصهم. ايش بده يصير؟ بنفرط المسبحه وبتوقع انت بورطه. لا لا لا، مشان هيك ابني انتظر شوي. ربيع ناولني هالمساطر من عندك. شف لي هالبضاعة. ممتازين. هدول انتاج معمل حلب، بدنا اياك توزعهم بالشام. بالشام وبس. ايه بس انا لا تحكي لا تحكي سعيد، نحن ما بدنا مصاري. ربيع وانا مالنا فاضيين لهذا الصنف واخذين وكالته. شوف حبيبي، انت بتقلب دكانتك بعد ما بتفضيها وبتعبيها من بضاعتنا وبتبيع جمله ومفرق. شو فكر وعلى مهلك واعطيني جواب. وحياتك انه هذا الموضوع ما صار مشانك الا كرمال الحاج زهير. شوف سعيد، إذا حطيت إيدك بإيدنا خلال سنتين بدك تطير فوق السماء. تعرف ليش؟ حبيبي هاي البضاعة مخصصة للسعودية. فهمت علي؟ بعد هيك يا ربنا رجع عليه. يا الله رجعني. يلا ألو. مرحبا ابو رامي، صباح الخير، شلونك؟ ايه والله كنا بالصيد. حكولي ايه حكولي انك حكيت معي.
شو بدنا نساوي؟ الله بارك لنا بالطيبات وحرم علينا لحم الخنزير. ايه ما قلت لي شلونك؟ ايه والله لو كنت بعرف وينك بالليل كنت جيت لعندك فريرة. كنت بدي اياك بشغلة صغيرة وهلا راحت. ايه مشان ام رامي. هلا ببعت ام ياسين صالحة ولا يهمك. انت بس اعطيني العنوان. لك يا اخي شو لك علاقة انت؟ انسى الموضوع خلص، ما عاد بدي اياها. ايه ها اصبح ما بدك راضيها. ايه خلص شو بدك فيها؟ طلقها. انا من بكره الصبح بجوزك ست ستة. لك انت غالي ابو رامي. طيب مع السلامة. ولي علي مين عم يطبخ لك؟ بعدين ما في حدا يسوي لك فنجان قهوة ولك أخي؟ تركيا أنا بحب أعمل قهوتي بإيدي. أعوذ بالله يا أخي، أنا شو شغلتي؟ أنت ارتاح. خديجة قلت لك ما بحب حدا يعمل لي قهوتي. ولي على قامتي يا أخي، بينتك معصب. معلش هلأ برتب لك البيت وبعمل لك لقمي. مستحيل تتغيري. بدل ما ترتبي لي البيت روحي شوفي مصاريكي بدل ما ياكلوا حقك. لا تخاف علي يا أخي، أنا ما راح أسكت لهم. أيوة هيك بدي إياكي. ليش أنا؟ معقول يكون بده يلعب فيني؟ إيه أنا شو في عندي أخسره؟ قاعد طول اليوم بهالدكان على بيع مترين تخاريج وعشر خمستعشر زر والكل عم يطير. طب ليش أنا ما أطير؟ وليش ما يختارني أنا؟ الحمد لله أمين وسمعتي مثل المسك. ما له حل، المديرة لازم تنقلها وتخلصنا من عقدها بقى. نفس الشيء بتروح على مدرسة تانية. لو تعرف البنات قديش ما بيطيقوها لكانت انتحرت. مسكينة الله يساعدها. شو ذنب البنات إذا هي ما تجوزت؟ روحي على صفك يا بنتي. هي مو أول شكوى بتجي عليكي. برات الصف انت ما دخلك بالبنات، ما دخلك بخصوصياتهم. افترضي هذا اخوها، ابوها، خطيبه، رفيقه. رفيقه؟ ليش انت موافقه؟ اسمعيني للاخير اذا سمحتي. وقت اللي بتدخلي على الصف اتركي عقدك برا ومالك علاقه بحياه البنات الخاصه، وهذا اخر انذار. هدول صبايا، يعني وقت اللي كنت قدهم كنت مخطوبه. هزولات فعلا هزولات، معلمة 35 سنة بتتشرشح مشان بنت فلتانة؟ مبروك مدام. الله يبارك فيكم يا رب. عقبال عندكم. سمعنا عنده حفلة هو وخطيبته. ايه والله شباب عم يحاولوا يعملوا شي لحالهم. حلوة خطيبة ابنك؟ بتجنن. والله كان لازم تخطبي له عنصة تغريد. يبعت لك. كذاب ياسين. لك وين العزيمة على الفطاير والصفيحة؟ ولا بدك تطنش مثل عوايدك؟ أعوذ بالله أعوذ بالله. بهاليومين أنت طول بالك علي شوي بس. بس اللحم من دومها جمل قاعود مو من على البسطة. طبعا طبعا اوف كورس.
شو قصتك لك عدنان؟ ملاقي كنز ولا رضيان عليك معلمة؟ لا وانت الصادق، رضيان على سعيد طالبه لعنده. ايه أنا آسفة أنا عم خربط. وأنا كمان عم خربط. يلا منعيد. لازم تعرفوا انه عندي موعد الساعة 6، يعني اذا ما بتزعلوا اجاني الشغل. خير؟ شو صاحبك بده يفتح كمبيوتر؟ يا سيدي لا تستهين فيه، لا تستهين بنوب. لا بابا لا، راحت ايامه وايام ابوه الله يشفيه وعلم على كلامي. يمكن بده يلبس ستيريو. قال انه ديكور بالحريقة يعني. والله الناس جاني. بيفضح حريشك. ولك شلون الله بده يرزقك؟ حتى انت لك يا حسان يا ابن ابو حسان. هلا بتقلي انك رفيق المرحوم ابي؟ ايه رفيقه، وخدمنا عسكري سوا كمان، كنا بجيش الانقاذ. ابو البيس، اذا ما بدك تاخذ منا مصاري نحن مضطرين نضب اغراضنا ونرحل. من امتى صاير مزوق هيك؟ طيب وين بدكم تروحوا؟ رح نشتغل بالبيت. كل بيتكم غرفتين وصاله. ولا ناوي ما تخلي أهلك يناموا؟ أحسن ما نحس إنك مطايقنا. شبك حزين يا صديقي؟ شايف لك أنا اللي بدي أفرط القصة وسلم المكتب والاستديو. صار لي 3 أشهر ما دفعت أجرته. طب ليش ما عم يجيك شغل؟ ما عم بعرف اشتغل. لازم اعترف لك، ما بعرف، انا خايفة. ليش خايفة؟ من الزواج. على قد ماني مشتاقة لهداك البيت اللي عم برسمه باحلامي، على قد ماني خايفة. بس انا بعرف انك شجاعة اكثر من هيك. هو لاني شجاعة. عمو انا فيني شي تغير. من لما استلمت الشغل ما عاد شي يهمني ابدا غير شغلي. صرت اقوى بكثير وعن جد تغيرت. اي بس هذا شيء منيح كثير. خايفه ما يكون منيح لفارس. لا لا لا، ما في داعي للاوهام. ولا قال لك شو بيحكي لي؟ طيب وانت؟ لا لا، انا حاسمها هي الشغله من زمان، انا بدي موت على الزاد. سلاف بتحكي لك شيء؟ لا ابدا. اي لك ما في داعي للاجتهاد. الله يخليك يا عمو. مساء الخير ماما. مساء النور ماما. هدول إليك وهدول للبنات، صرفي فيه مثل ما بدك. وانت يا سعيد؟ لا تخافي علي يا ماما، عم بشتغل وعايش الحمد لله. يعني قصدي انه لازم تركز وضعك، تشتري لك بيت، تشوف لك شي عروس. المشكلة يا ماما هلا ما بحسن بحكي لك، بس اذا زبط الموضوع اللي حكى عنه الحاج عبد الغفور رح نشم الهوى بإذن الله. قلت لي شلون الشغل؟
منيح يا ربي ماشي الحال، بدها شوي صغيرة بتزبط الأمور. ربيع ما قلت لي ليش بدك كل هالمصاري؟ عجبتني شروة وجاي عبالي شاورك. ايه قلنا نحن مشتريها. صعب حجي صعب، ولا ما بصير تقطق لي بشي شغلة صغيرة لحالي؟ بالعكس ربيع أفندي، أنا بدي إياك تقطق. هات لشوف شو الشروة، شقفت أراض يعني هيك شي. يا بي لا تسألني، مو جاي عبالي كذب. المهم يا بتدبرني يا بدبر حالي. شو؟ ولا يهمك، راح أدينك. يا هيك رفعته لثمان ملايين يعني؟ خلص قلت لك ولا يهمك، بس عجبتني انك اشتريت لها لعمتك تلفزيون جديد. المسكينة طايرة عقلها، يمكن عم بتنيمه معها بالتخت. مساء الخير يا أبي. شو يا حلو؟ انت لا تحكي معنا ابدا، خطبة اختك ما حضرتها. روحي عنا، انا فاضي لهالسخافات هي. شو وين ريم؟ ليش حدا بيحسن يحكي مع الست ريم؟ شو هالريم القوية هي؟ تشاو. مرحبا يابا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. شو؟ كأني شايفك اليوم مبسوط. ربحان بلي يا نصيب. والله ما حدا ربحان بلي يا نصيب غيري. تشاو يابا. ثلاثة. أنا اثنين. اثنين. 14. طيب 20. أنا حاسس إنه عم تظلمها معك البنت. والله ما بعرف، كلامك ما أقنعني. يعني صحيح أنت كبران وهذا شيء منيح كتير، بس بصراحة قلبي ما أنا مطمئن. مثل ما حكيت لك حبيبي بعرف، بس إذا ما بدك إياها إلا مشان نشوف نصيبها. ما بقدر. ليش؟ شو اللي بيمنعك؟ بحبها. والله حيرتني. ابن اخوك صاير عنده اسرار وغميقه كمان. طول عمري. خلاص عمي، بكره بشوفك وبحكي لك كل شيء. اصلا انا ما بقدر احكي لحدا تاني غيرك. تفضل ديناري. شو هاي الورقه نازله مرتين؟ مظبوط. لا شو نازله؟ لحظه طول بس خلينا نفوت ورا. اسمع هذا شاب الدينار نازل مرتين. هاي لطش بالقص. هاي اكيد بالقص. مظبوط هاي لطش. وانت نزلتي البنت وهي الشاب اليك. هاي بنت البسطوني سديتها او ليش غير؟ متعبني هالولد. طولي بالك عليه، انا بشوفه. صاير عم يكذب. ريم بتساعديني بالعشاء؟ ايه طبعا. وانا وانتي كمان مو راح تصيري كنتنا؟ يلا خلص بطلت العب. مبروطة شرف عبكم كان. شرف. بدك صراحة فاجأت. لك المشكلة ولا واحد منكم قرب مني وفهمني ولا سألني شو بدي. بالعكس انت بتعرف قديش مقدر حساسيتك. ايه بس ولا مرة ساعدتني حتى حل مشاكلي. شوف احمد، ما حدا بيساعد التاني مشان يحل مشاكل، هذا وهم. تفضلوا على العشاء. بعد 20 سنة.
فايق؟ لا نايم. جميلة، إذا بدك بنقعد نتفاهم، واللي بدك إياه بصير. وبتترك صاحباتك؟ هي المشكلة، ما عندي صاحبات وما تصدقي حدا. خلص خلص، بطلي هلا أنت، بطلي. وإذا بدك تطلقي ما رح تشوفي ضفر رامي. خير، شرفت سيد صبري. اهلا وسهلا. حجز لي غرفه. شو هربان؟ من كل الدنيا. معك اغراض؟ ما معي شيء. ابن اخي ربيع بده يجي، فخليه ينتظرني باللوبي. انوشكا عم بتغني؟ عم بتغني، سالتني عنك. هل بده يعني ارجع له؟ الو. هلا يا ابو عبدو. شو؟ انت عازمني؟ لك مالك طالع لابوك بتحب البلص. شو بدي ارد عليك الواحد بيقول لك؟ يلا يلا عم استناك. كثير متضايق. دائما متضايق، مش جديد يعني. بعدين هي عم بوس ايده على الطلعة على الناس، شو بده اكثر من هيك؟ اذا مفكرين انه ابوكم ما بيعرف شو عم يصير معكم، بتبقوا غلطانين كثير.
استغفر الله العظيم، هاتي لنشوف شو عم يصير معنا. ما بعرف، انت لازم تحكي لنا. اي شو علي؟ بحكي. انا عم ظبط اموري، عين، بعدين شوفت عينك، كل واحد عم يقول اللهم نفسي. فعلا كأنه بحياتنا ما كنا عيلة وحدة. آسفة بابا، ما قصدي ضايقك. مساء الخير. أهلين ربرومة. زعلانة مني ما تقبريني؟ خلص ما تزعلي. أنا غليظ، بعرف حالي غليظ. أنا ماني زعلانة منك. اصلا لازم تزعل من حالك. ليش بقى؟ لكن وصلت معك تفكر تتجوز وحده مثل سوزي؟ تعي هون ريم، تعي هون ريم. فرشوا لي عشان الارض حرير وشفت كتير لما شفت زي حبيبي. اذا عجبني التعامل معك بصير زدت لك بضايع تاني. عمو ما بقدر أمن غير 8 ملايين والباقي ما بعرف لشهر. من شريدة تبلي شكل من شريدة بالأخي الثقة معي العلاقة. فكر وشرط تاني، أبوك ما لازم ولازم نأمن مستودعات. المستودعات مأمنة يا عمو؟ طبعا صحنايا بتعرفهم، أبي ما بيطلع بنوب لهنيك. يعني بتقول عنا مهجور؟ شو بده فيها؟ الأرض بتكفي. أصلاً يمكن نسيها. ممكن أسألك سؤال؟ هلأ ليش بدك كان يشتغل معك؟ لأني بحبك وبعرف إنك المستقبل. يعطيك العافية. الله يعافيك. عجبتك أنوشكا؟ الشاب الحلو ابن أخي وصديقي وعشقان. بس عشقان نظامي يعني. النيال اللي بيكون صديقك ونيال عدوي. الله يساعده. ليش الله يساعده؟ بالعكس لازم ينبسط لأنه بعديه بشرف. يا سيدي ما قلت لنا سبب العزيمة. واضحة عودة المياه إلى مجاريها بيني وبين أخي سعيد وصديقي عدنان.